معرض عطايا مبادرة خيرية إنسانية تحت مظلة هيئة الهلال الأحمر، تشرف عليها سمو الشيخة شمس بنت حمدان آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الله يحفظه رئيس هيئة الهلال الأحمر. هذه المبادرة مبادرة خيرية إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة. الفكرة هو إقامة معرض فيه منتجات تجارية يتم تسويقها في هذا المعرض. ريع هذا المعرض يخصص لأعمال خيرية إنسانية متنوعة. نحن اليوم في السنة السادسة على التوالي، العام الماضي كان إنشاء مستشفى، والعام اللي قبله مدارس، والعام اللي قبله كلها، يعني كل سنة توضع خطة وبرنامج لعمل خيري إنساني محدد. في هذا العام تم التركيز على مرضى الفشل الكلوي وعلى مراكز العلاج اللي تقدم علاج لمرضى الفشل الكلوي. ريع هذا المعرض إن شاء الله في هذه السنة سيكون لمساعدة هذه المراكز لتخفيف المعاناة من مرضى الفشل الكلوي. طبعا برامج هيئة الهلال الأحمر برامج متنوعة داخل دولة الإمارات خارج دولة الإمارات. الهدف من هذا أن إظهار هيئة الهلال الأحمر بالمفهوم الإنساني الواسع، هي ليست فقط إغاثية ولا تتحرك فقط في الظروف الصعبة، لا، حتى هناك مبادرات خيرية إنسانية يتفاعل معها التجار، يتفاعل معها المحسنين، أثرها واضح في مجتمع دولة الإمارات. يعني نحن مستهدفين فئة المرضى في هذا العام، وهي فئة يعني أعتقد أنها فئة مهمة. هذا الشيء يعكس أن الهلال الأحمر يمشي وفق رؤية استراتيجية، خطة بعيدة المدى، وهذه المبادرات هي يعني خطط تشغيلية سنوية. والحمد لله يعني كنا في كل عام نوعد المحسنين والمتبرعين ببرنامج معين، والحمد لله في كل عام يتم تنفيذ البرنامج حسب الوعود اللي نقطعها لأنفسنا. تنطلق الدورة السادسة من معرض عطايا اليوم ب 101 مشارك، 40 مشارك من دولة الإمارات، 16 مشارك من المملكة السعودية. عندنا بقية المشاركين من تركيا ومن لبنان ومن الأردن، ومشاركين أجانب من دول أوروبية. يشارك معنا 8 مطاعم، منها 6 مطاعم بإدارة إماراتية. عندنا استضافات جديدة هالمعرض، في تقريبا 7 جمعيات خيرية كلها تدعم أسر متعففة. أحد المشاركين هما جايبور رقص، محل سجاد، طبعا هو مشروع إنساني يدعم العديد من الأسر في منطقة جايبور. معرض عطايا تحت رعاية ورؤية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان مساعد رئيس الهيئة للشؤون النسائية. معرض عطايا هو الأول من نوعه في الإمارات، لأن إيرادات المعرض كل سنة، طبعا إيراداته من أجارات المحلات وتذاكر الدخول، كل سنة نبني فيها مشروع خيري. هالعام إن شاء الله إيرادات معرض عطايا بتوجه لدعم مراكز الفشل الكلوي داخل الدولة وخارجها. بنزود المراكز المتعثرة إن شاء الله بأجهزة جديدة. إذا في مراكز طبية ما فيها أقسام لغسيل الكلى بنستحدث أقسام جديدة لهم إن شاء الله. ونتمنى أن الجمهور يشاركنا في المعرض ويحضر معنا. المعرض من تاريخ 30 أبريل إلى 4 مايو. ممكن أي حد يتفضل المعرض ويتبرع لدعم مراكز الفشل الكلوي في منطقة الاستقبال. إذا ما تبرعوا طبعا تذكرة الدخول هي عبارة عن تبرع لدعم المراكز. إن شاء الله تشرفونا في المعرض قبل الانتهاء إن شاء الله.